ليكم كنحتاجو فيهم دجاجة اللي تكون مقطعة، انا استعملت غير جوج طراف كبار ديال الصدر وجوج خيضات. كنحتاجو فيها معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة ديال الإبزار ولا رأس ملعقة ديال الإبزار، شوية الملحة. كنحتاجو 5 دريسات ديال المسكة الحرة مدقوقين مع شوية السكر. صافي، غادا نضيف الزيت تقريبا نص كاس ونص معلقة ديال السمن. يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون والزيت العادي. صافي، غادا نضيف البصلات تقريبا زوج حتى ثلاثة البصلات كبار اللي مقطعين رقاق، انا دوسهم في العجوه. وغادا نضيف المعدنوس، كنضيفو غير المعدنوس مديروش القزبر. غادا نضيفو دابا شويه، ومن في الاخر غادي نحتاجو كميه من المعدنوس. كناخدو شويه ديال الزعفران شعره، كيعطيها بنه زوينه. صافي، كنغطيو عليها وكنخلو البصله حتى كتهبط وكتطلق لينا الماء. هنايا خديت واحد الطنجره اخرى كبر من الاولى، ما كفاتنيش كيف ما كتشوفوا معايا هنا. من بعد ما تلقات الماء ضفت ليها تقريبا نص كاس ديال الماء وخليتها كطيب على خاطرها حتى طاب ليا الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا. الماء كتشوفوا البصيله عقدات شويه. غادي ناخد صفايه ونحيد بها الدجاج. من بعد ما طاب غادي نخليه على جنب حتى كيبرد، عاد غادي نقيه. حتى يبرد عاد نحيد منه العظيمات ولا كانت الشحمه، وهاديك البصيله كنرجعوها للطنجره. هنايا كنبقاو مشعلين العافيه، وانا ضفت تقريبا 3 معالق كبار ديال المعدنوس. كنبقاو نقليو فيها حتى كتنشف لينا هذيك الميه. انا من بعد ما نشفات كيف ما كتشوفوا معايا ولات البصله واقفه ما فيهاش حس الماء. غدا نبقى نضيف بيضه بيضه، هنايا ضفت 4 ديال البيضات. كتضيفوا بيضه واحده وكتخلطوها مزيان حتى كتنسجم وكطيب. كتحركوها دغيا باش ما يبقاش ليكم طريفات، ما يبقوش باينين. كنحس ديال البيضه الاولى صافي طاب دخلات مع الخليط، كنضيف البيضه الثانيه. وانا هكا حتى نكمل 4 البيضات اللي عندي. درتو دجاجه كامله كتضيفوا 6 البيضات على حساب الكميه ديال الدجاج اللي درتو. صافي، كتبقاو تخلطوا حتى كيطيب لكم البيض. هنايا غادا نمشي ناخد شاج من بعد ما برد. كناخد مقص، يمكن لكم تستعملوا غير بيديكم.
كتقطعو طريفات صغار، كتحيدو العدومة ولا فيه شي حاجة كتحيدوها. صافي، هنايا غادي نمشيو باش نوجدو اللوز اللي غادي نحتاجو في المسطلات. كناخدو اللوز من بعد ما هرمشتو. النسبة ديال اللوز كتبقى اختيارية، كتسلقوه وكتقليوه وكتخليوه حتى كيبرد وكتدوزوه في العشوائي وخليوه يبقى مهرمش، ماشي حتى تعقوه كامل. كنحتاجو فيه 3 المعالق كبار ديال السكر كلاسي، محلقة صغيرة ديال القرفة. كنخلطو هادشي مزيان. غدا نزيد معاه 2 معالق كبار ديال المزهر، صافي. وغادي نخلط هادشي مزيان ونخليه جانبا. غادي ناخد ورقة ديال البسطيلة من بعد ما قسمتها على 4، الحجم ديال الورقة البسطيلة الحجم الكبير قسمتها على 4 وخديت هاد الساخكل درتهم صغيورين. غادي ناخد اول حاجة الحشوة ديال البصلة هي والبيض، هادشي كتخدمو بيه حتى كيبرد عاد كتخدمو بيه. صافي، كنحاول نهبطها مزيان من التحت باش كنعطيها شكل ديال الساخكل. في الاول كتهبطو الورقة ما تقطعش ليكم. غادي ناخد دجاج، البسطيلة كتجي لذيذة بزاف وما كتجيش حلوة بزاف. انا ما كنبغيهاش حلوة، والأذواق تختلف. الا كتبغوا الحلاوة زيدوا السكر في اللوز، ولا خليوه حتى الاخير ورشوا عليها سكر كلاصي. صافي، هنايا من بعد ما درت الدجاج اخر حاجة غندير هو اللوز. كنوزعو على الساخكل كامل، كنهبط بيدي. هنايا غادي نسد بصفار ديال البيض، كنضيفو غير شويه ديال صفار البيض باش الورقه كتلصق. نتوما كتضيفو في صفار البيض وكتطويو على هاد الشكل. الفيديو غادي يوضح لكم كل شيء. سديت الطبقة الأولى، غادي ناخد الساركل وغادي نحط الجهة اللي محلولة هي لتحت. أنا كنضيفو شوية ديال الزيت باش الورقة ما تجيش لينا خضرة وطيب مزيان. ما كنستعملش الزبدة، كنفضل الزيت، كيطيب لي الورقة زوين وكتجي مقرمشة على ديال الزبدة. صافي، غادي ندير البيض حتى نسدها كاملة. الاخير كنهبطها بيدي غير شويه باش داك البيض يلصق. صافي، غادي نخليها على جنب ونستمر فحال هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي. الا بغيتو تحتفظوا بها كطيبوها نص طيبه، كديروا ليها شويه ديال الزيت وكتدخلوها للفران، غير كتشد راسها ما تخليوهاش حتى تطيب، كديروها تتبرد وكديروها في اكياس المجمد. غادي نشارك معكم وحيدات من بعد ما طابوا، كيجي الشكل ديالهم والمذاق ديالهم زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، وما تنساوش تشجيعاتكم ليا، واللي ما مشاركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد. رمضان مبارك كريم، تلقاو فيديو جديد وفصفه جديده.